كلمتين في التوك. اجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل لا يسمع صوته ولكن أثره واضح، وتظاهر بأنك بخير دائما مهما عصفت بك الحياة، فالكتمان أجمل بكثير من شفقة الآخرين عليك. وإذا تحطم لك أمل فاعلم بأن الله يحبك وابتسم، ولا تقل الحظ عمره ما كمل، ولكن قل أني حاولت ولكن الله ما قسم. ففي كثير من الأحيان خسارة معركة تعلمك كيف تربح الحرب، فدائما نعتقد بأن حياة الآخرين هي أفضل من حياتنا، والآخرين أيضا يعتقدون أن حياتنا أفضل. كل ذلك لأن نفوسنا تفتقد القناعة. أنا شاكر.